بنحفر خندق من باب الإدارة لعند الباب الرئيسي، وهذا الخندق بمر تحت سور السجن لعند المحارس. بنحفر مجموعة خنادق حول السجن الكامل. ما هي إلا دقائق وتنقلك مشاهد فيلم رد القضاء إلى داخل سجن حلب المركزية، لتعيش مع أبطال العمل تلك الملحمة الإنسانية التي عاشها أبطال قوى الأمن الداخلي وأبطال الجيش العربي السوري عندما حاصرت المجموعات الإرهابية السجن لفترة امتدت لعامين. الذين حاولوا اقتحامه على مدى 14 شهرا وباءوا بالفشل الذريع جراء بطولة عناصر حامية من رجال قوى الأمن الداخلي الذين أعادوا إلى الأذهان عطاءات حامية المرمى من سلفهم الصالح في 29 من أيار عام 45. اليوم هي مرحلة يعني فكرة تانية تماما، هي الصمود، فكرة الصمود، فكرة الإرادة، الإرادة وتصميم ترد أي شيء بالعالم. يعني اليوم اللي ما عنده إرادة يستسلم، فيستسلم للقضاء، يستسلم للواقع، سميها ما شئت. رد القضاء تماما هو فكرة مختلفة عن فانية وتتبدل بكل شيء، يعني كانت هذيك فكرة حوارية أكثر وفكرية أكثر، اليوم لا، اليوم كتير قريبة من الناس، الشباب اللي موجودين هنن أهلنا وأولادنا وزواجنا يعني أخواتنا، فهي حياتنا اليومية. حتى الحوار اللي رح تسمعوه هو الحوار اللي كل يوم بينحكى. نحن كنا نحس حالنا أنه نحن ولا شيء، صغار ونحن عم نشتغل هذا. نحن بالنهاية وظيفتنا يا هلأ كفنانين بهذا الفيلم أو بأي عمل عم يحكي عن هاي الحرب وعن هاي الملاحم، إنه نحن ننقل للناس كيف هدول عاشوا، ننقل هذا الصمود وهذا، ننقل هذا الشعب كيف عاش. في شي حالة حسية كثير كانت عالية بأنه أنت عم تجسدي شي فعلا صار فعلا في هدول الأشخاص الأبطال لنقول اللي كانوا هنا بسجن حلب، ونحن منمثل إلنا الشرف بأنه نحن نعطيهم هاي القصة، نفرجي العالم هاي القصة، نفرجي كل واحد كيف كان بطل بمكانه. الله يرحم أمواتك الجيل. يا سيدي نحن غلطنا بحق الناس والدولة، أعطونا فرصة نكفر فيها عن ذنوبنا. كما استطاع هذا الفيلم أن يحكي بكثير من الحب عن بطولات من كانوا داخل السجن، كان لظهور أحد الأبطال الحقيقيين من قوى الأمن الداخلي حاتم أبو عربة وقعه الخاص في نفوس كل من حضر هذا العرض. يعني نحن عشنا شيء ظرف، هذا كل إنسان لازم يقدم هذا الشيء، والوطن بيحتاج أكثر من هيك، يعني ما قدمنا إلا القليل والوطن بيحتاج أكثر من هيك. رسالة فنية ربما تؤرخ معها جزءا من بطولات حماة الديار على الأرض السورية.